كيف نرسم حصان للأطفال؟ أولاً نبدأ بدائرة، بعد ذلك واش نديرو؟ خط مستقيم مايل منا، نديرو خط واحد آخر مستقيم مايل ولكن من الجزء التحتاني تاع الدائرة، من بعد نرسمو نصف دائرة بين نربطو زوج خطوط المستقيمة هذه، ومن بعد نديرو الأنف، الأنف يكون بين سيرتو تاع الحصان، والفم تاعو ثاني يكون صغير لتحت، بعد ذلك نرسمو العين تاعو، تقدر تكون خط بين ها ورا هكذا ولا نقطة، بعد ذلك واش نرسمو؟ أذنين، ومن بعد نرسمو الرقبة تاعو، راح يكون خط مستقيم مائل منها وخط مستقيم، شوف البداية تاعو تقريبا تكون منا مائل للأسفل، بعد نرسمو ظهر الحصان، يكون خط تقريبا مستقيم أفقي، ومن بعد نرسمو الرجل تاع الحصان، راح يكون خط مستقيم متوازي، ثاني خط مستقيم مكتوبة هكذا، وبعد نرسمو البطن تاع الحصان، هكذا، عندك الرجل الخلفي تاع الحصان لازم نديرو نصف دائرة صغيرة، وبعد نهبطو خط مستقيم للأسفل، ونزيدو نديرو خط مستقيم للأسفل ثاني، كي نلعبو الجزء هذا تولي نصف دائرة ثاني مايل. ومن بعد نرسمو زايد الحصان، راح يكون محدد لأنه للأطفال، ها، ومن بعد نديرو الرجل تاع الحصان، شوف، راح نديروها إضافة كيما هكا، يكون خط مستقيم أفقي، جوج هكذا متوازيين، ومن بعد نديرو خط أفقي جسد الأسفل، نسكرو، عندك الرجل الخلفي راح نديروه تقريبا متوازي مع الرجل الخلفي برك الاخر اللي رسمنا له هكا، ومن بعد نديرو شعر الحصان هكا، وهكذا انتهينا من رسم الحصان.